غابة الأمازون أو كما يطلق عليها رئة العالم هي واحدة من أهم النظم البيئية على هذا الكوكب، فمن خلالها يتنفس العالم ويتخلص من الاحتباس الحراري قدر المستطاع. وعلى الرغم من أهمية تلك الغابات بالنسبة إلى جميع الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض، إلا أن البيانات الرسمية أظهرت أن هذه الغابات تواجه خطرا بل وتتعرض لانتهاكات ربما تقضي عليها تدريجيا في وقت قصير. بيانات وكالة أبحاث الفضاء الوطنية البرازيلية أظهرت أن نسبة الدمار الذي أصاب أكبر غابة مطيرة في العالم ارتفع بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ليلحق أضرارا بمساحة وصلت إلى أكثر من 100,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل 7 أضعاف مساحة لندن. ويعتقد العلماء أنها توفر للأرض ما بين 6-9% من إجمالي الأكسجين، ما يعني أنها مهمة للحياة على كوكب الأرض. ومع ذلك فقد فقد ما بين 15-17 من منطقة الأمازون بسبب النشاط البشري، مع استمرار هذا الرقم في الارتفاع. منظمات غير حكومية حذرت من إزالة الغابات في أكبر غابة مدارية على كوكب الأرض، ولا سيما أن هذا الضرر يعد أسوأ بكثير حتى من حرائق العام 2019 التي أثارت موجة من السخط العالمي لسببين. أولهما احتواء غابات الأمازون المطيرة على 76 مليار طن من الكربون، وفي حال فقدت جميع الأشجار فسيتم إطلاق هذا الكربون في الغلاف الجوي. أما السبب الثاني فهو أن الأمازون مسؤولة أيضا عن تداول كميات من المياه، وإذا حدث خلل نتيجة لإزالة غابتها فذلك سيحولها إلى غابات سافانا جافة. في الأثناء يتهم الناشطون البيئيون حكومة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بتشجيع إزالة الغابات بحجة تطوير المنطقة وانتشالها من الفقر.